والله حلوة يا ساسكي، الآن حلوة لو كملت زي ما هي. بالنسبة لي لعبة ممتعة جدا جدا جدا، تاخذ 10 على 10 زي لايز اوف بي. انا عندي صعب اعطي لعبة اقل من 10. انا مو كذا، انا عشان اقيم على اساس ممتعة ولا غير ممتعة. فاول قتال كان جدا حلو، نشوف تكمل كذا ولا لا. اتغير الفري علي بالسورد. ايوه الثاني هو دايخ، احنا نقتل هذا. نروح لذاك نقتله. هذاك ايش بيسووا؟ بس حسهم قاعدين بس. يبغون يقتلهم. طيب ليش لا؟ اللعبة الآن كويسة، ما عندي تعليق سلبي غير شوية الفريمات ما هي مضبوطة يعني 100%، بس مو دائما يعني، مرة في أماكن معينة. موتوا بضربة أتوقع ذولا. يب ما يعطوا شيء. بس كثيرين على الفاضي. أو بص أنا أقول نقتل عياله. إيش السالفة؟ في شيء حامية هناك ورا. إيش في هنا؟ تب لك إيه؟ كيف انضربت أنا؟ إيش اللي حاميك يا أختاه؟ آه كذا. لا ما أتوقع والله. يب يب ما أتوقع. ابحث عن السول. أهي 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 فكت. تب لك إيه؟ عيال تشوت. نايس. يبغى لي أتعلم ضربة بس. أتوقع عندي مرة فرصة. دخلت في الأرض ما أدري كيف. حطت هولي لايت. يا لطيف. أنا أقول. قتلتني. لعبة جيدة بس ما أدري كيف جيت للبوس هذه. إيش أفهم من الحماية اللي في راسها هذه؟ ما تتستن يعني مثلاً؟ انضربت ضربة حار، توقع جيتها بدري. اللي تسويه لما تحط الشيء ذا على راسها ما اقدر اكسر لها روحها، فاهمين؟ والله تضرب يا عيال، مرة تضرب. لسه في عندي واحدة فرصة. استمنة خلصت. هذا الشوت مو مشكلة. شوت يا شيخ. شاتتني لين قالت بس. الوذر هذا ما يستنها ولا شيء. بس والله يضرب. ضربة واحدة بس. معي 4 حبات هيل، ما استخدمت ولا حبة. زي الهبل عشان نستخدم واحدة هنا. المفروض هي لنا صح؟ ما اتهور. مستحيلة مستحيلة كلبة. ليه مرات كذا تعدي مني كأنه ما في كاميرا؟ أتوقع قتلتها خلاص. أوه يا ربي. الحمد لله. أوه. سينر جادجت. غريبة مو نفس لما قتلت البوس. أعطتني 6000 طيبة. أقول ننزل نشوف إيش فيه. جالس أتهور أتهور بالنطاط حقي ذي ترى. مرة تخوف النطة.
وانا جالس انط كانه عادي ما معايا ولا ريال. انا معايا ريالات مره كثير. اوه نو ايش انت؟ ايش عشان طولت ولا ايش؟ ايش وضعه هذا يا عيال؟ فقعي صديتها؟ حاولت اصد والله. عيال ما معي فلوس يا عيال. مت. انت قصدك الوحش عشان ما لابس قفص فوق راسه بس يسمع صوتي؟ ما اتوقع هذاك اللي قتلني بس في العالم المخفي ولا الا الا هو. كنت بفكر انه بس في العالم المخفي ممكن ما الاقيه هنا. تبنى السولز هنا بس ايتمات ولا طريق ولا ايش؟ ليش كنتوا كلكم تبون اجينا؟ ايش هذه فراشه؟ يا عيال ايش هذه يا عيال ابو القرف؟ تحسها مريضة. ايش سالفته؟ انضربت. اوه قراب اتاك. ما مت. شيء طيب صراحة. ايش بتسوي اختاه؟ رميتها مسكينة. حد حن تعليقي بس انه هذا الوحش مثلا قناص مرة كثير منه مرة بزيادة اللي ما له داعي تعرفه. الدرع ما يسوي فري يا عيال الظاهر يعني. الا الا وينقص دمي برضه. ايش الفائدة طيب؟ ما الفائدة. كم تقييم للحين؟ قول 8 من 10 عشان فيها كذا البريمات ما هي تمام. فيها فوضى وتكرار وحوش للآن بس حنشوف لفين متجهين. بس قتالات الوحوش للآن فخمة. مشكلتي بس مكترين الوحوش فاهم؟ بس هذه مشكلتي. يب يب يك يا أبو سيب يب في كل مكان. بس القناة الثانية مو القناة الأساسية حقي. هتلاقي رابطها في قناة اليوتيوب الأساسية. يا انزل من هنا يا انزل من ورا. اتوقع في بوس ولا شيء قريبا يعني. ننزل للكلاب الكثير نشوف مين ذا اللي جالس يطبل. ولا استنى في فكره احلى. في فكره جدا جميله. بلاك سميث صح؟ نايس فجرتهم. اوه مدرع. نعم شكلكم. بوم. هيا لنا شوية. نايس. اوف يا ود دعسنا وجهه. اهو اللي طور الاسلحة يا عيال. معانا مفتاح القفص حقه. كيف احررك؟ اهو ليدي غريلندي. أعطيها؟ خذي. إيش هذا؟ هي حتكلم معها. توقع ألاقيها في البيس. ليه ما خلونا نفتح لها الباب وخلاص؟ برضو البوس هيومن هنا. كلهم هيومنز البوس؟ كلاب ولا إيش؟ أي والله كلاب. هي لسه كنت بشتكي ممكن خلوني اكمل شكوتي. مشكلة قناصين والله. اوهو كيف جاب الدرع؟ اتوقع جاهز له. نقول نضرب. الله شكلها مرة كريهة. تخيل. تتتم بسرعة. تتتم مرة بسرعة. يبغى لي استخدم القنابل بس ضدها.
قنبلة غير متوقعة. نهاية لنا. المفروض مرة مداني عليها. الكلب الثاني حيعمل لي مشكلة. عشان ما حقدر اضربه. لا لا مرة ايزي مرة. قلت الواحد لو بلده اسرع بس. الكلب الثاني. كم كلب عندك يا اختي؟ طيب 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 طيب. دخلت لها بهيلين. المفروض عندي اربعة. ممكن نطور السلاح كمان. لا حسن سلاحي ثقيل، انا مختار سلاح ثقيل. في البداية كنا مرة سريعين. ما ادري وين دخلت. ابري نركز على الكلاب. امي حشر وجهي. وجع. اوريكم اسلوب اللعب سريع. هات فلوس. كم؟ هات. جيف مي. كم تدفع؟ والله اسلوب اللعب السريع طب طب وتراوغ بعدين كذا بلوك وبعدين كذا تعرف كذا زي كذا تعرف. ينفع اعدي من وسطهم بدون ما يضربوني؟ اتوقع ايوه. يب 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 يب. يا اخي يا اخي الجري يا اخي سريع سريع مره سريع اللاعب. كل العاب السوزي فعملوا لنا بوس حق كلاب. شايف كيف؟ لعيوننا بس. نقتل الكلبين نحط البودره. مفروض جي جي. طبعا الكلب جاء بدر من وين؟ قربت تموت. حرام اموت دحين. خلاص. مرة قتال يعني. يجيب الهم. اعطتني سلاحها. انا شايفها انا بالنسبة لي انا وديع اشتريها بعد هذه الكم فايت اللي شفتها. بس ماني مطمن ايش حيصير قدام. على حسب ايش حيصير قدام. شكرا يا الفيصل على الفولو. على حسب ايش حيصير قدام حقول لكم اذا الوضع تمام ولا مو تمام. كان في قتالات حلوة مرة في البداية. دحين نزل مستواها للعادي. عشان وحوش مرة مكررة. بس لسه بشوف يعني لسه جالس أقيم زي ما تقولي. دحين يجيني ومن أنت لكي تقيم هذه اللعبة؟ ألعب إلدن رينج؟ لا 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 ما في ممنوع خلاص بطلنا إلدن رينج. إيش هي إلدن رينج؟ ما نعرف إلدن رينج. ألعب أوفر واتش بعد هذه خلاص. والله شوفوا شوفوا أكون صريح معاكم اللعبة يعني أعطتني إحساس سولز بس لسه للآن ماني يعني استمتعت في البداية. لأن البوس اللي هي الثانية تعتبر دحين شوية كذا عادي يعني فاهم. في دروبات مرة كثير كمان بس واضح يعني ما يحتاج كاتسين ولا إيش. هذا بوس. أسمع ممكن دحين أغير كلامي. شكلها أغير كلامي. صحينا واحد مو كويس. مو أحسن منها. هذه ما هي زي لايز أوف بي. مو نفس التوجه. هذه أقرب للسولز. لايز أوف بي الحالة أنا أحسها. ايوه 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 كانت ميني بس. اسمع ممكن نغير كلامنا دقيقة. عمري ما حبيت قتال بس اكبر مني بس نشوف ايش حيصير. ايش السالفة؟ عنده شيء يخليه ما ينضرب اتوقع. ما زبط البري. عمري ما حعرف اتقاتل معاه وحوش. زي كذا يتستن على الاقل. يا باري في شيء حاميه. شلته بس ما اعرف ايش سويت لما شلته. اكره اكره بوسات العملاقه. ونام علي ظهره. رجله هذه خلاص قربت تطيح. يعني ماني عارف متى حيضرب. لجت كويس الان. ايش به؟ ريز. تقطع ضربة واحدة بس.
بقي له شوتا الرجل. شوتا يلا شوتا شوتا بس بوم هيلت ابو الكذب ضرب. طبعا انا غبي ركز على رجله ولا على شو اسمه الهم هذا. اتوقع نار حتقتله بسرعه كمان. لازم ابعد ما اعرف عنده فلوب. اه في بويزن طلعه غلط اني اقعد وراه الظاهر. طيب نكون صريحين البص غبي شويه. لو اني عارف ضرباته ما كان ضربني ذا كله. استاهل روقت يب. الفريمات حلوه مراوغه الفريمات مره حلوه في اللعبه. بعد من ظهره مات عادي لسه نرجع العالم الثاني. عبينا دمنا راح دمنا. مراوغ افضل معاه تصدقوا. يا تضربه في رجله يا تضربه في وجهه. ضربت حيدعسني صح؟ بيحاول غباء اقسم بالله. ما احب البسات العملاقة عيل. صار مرة لعيب عيل ما صدق. اقتلني اقتلني. ابو السلاح الثقيل يا شيخ مرة عشوائي. مو رتم يا اخي كذا غبي يا اخي غبي غبي. البص لما قاعد مع الجدار ما قدرت اسوي شيء. ما ينفع اقعد عند الجدار عشانه عملاق فما اقدر اشوفه كذا خلاص. ما احب كذا لما يجلس الفايت تجلس تضارب مع الكاميرا. وضع اللي ماسك الكاميرا عندك مع الشخصية زي اللي لما تشتري من مقصف المدرسة تعرف. كده لاصق فيك وما انت داري ايش الوضع. تخيل لو لوفيس ثاني والله كلاونجا مرة يا مو عاجبني قتال يا عيال. قتال حق البوس هذا ولا انا مو عارف اتضارب معاه ولا ايش السالفة. شفت وجهه عندي مشكلة مع الثقوب وعنده ثقوب بالله. ما ركزت في وجهه بصراحة. خلاص لقيت طريقة بس غبية شوية انه تصد بدون بيرفكت باري ولا شيء. اقدر ستنه بس ما اتوقع اقدر اقتله. خلاص شلته. اه نفس الدمج والله ما فرق. ايش بعلق؟ في فرصة صغيرة اني اقتله دحين بس برضه يقدر يقتلني لسه. عشان حقدر اسدنه في فرصة في وقت ما دحين. المفروض ما ابعد عنه بس عشان لا يستخدم الضربة الغريبة. ايه كان يبغى ياكلني هنا. شوف دحين يحشرني حشرة. توخته ترى ضربة. يلا فيستو دازين لي فيستو يا عيال. لا اختفى تبخر. ايزي فرست راي توجذر ان ديث. ايش اللي توجذر ان ديث نقتاله. فكرني بالخفاش اللي في تايميزيا تفتكروه. لو تفتكروا تايميزيا في الخفاش بلاد كوين اسمه اتوقع. واو فخاخ. Who would have thought. ايش في شكلي برجع البونفاير اللي حطيته. ايش في هنا؟ ايوه ايش هذا؟ عنده وجه عيال. ايش فكيت هنا؟ كل الشجره بتطيح عليه ولا شيء. بتضرب مع وجه
انضرب من ظهره. مرة ما يتعور يا أخي. ممكن من النوع اللي أستن وبعدين يصير يتعور، أو لما يفتح وجهه زي كذا يتعور. والله ولا شيء. قال لك هيلت. برضو ولا شيء. نشوف دحين. آه قفل وجهه. قلل لي استمنة يا عيال. أمي بس ديوتا. الدمج صار لا يطاق ترى. أما انضرب. شنرة تنسى. اللعبة أنا ماني فاهم أي نظام تبغاك تلعب بيه صراحة، يعني تحسها كذا تضاربة يسي مرول. أتوقع أقدر أتضارب معاه في العالم الحقيقي ولا لازم أكون في العالم هذاك الموازي؟ أنت فتحت اختصار. أيوه أنا فتحت اختصار. وينه؟ هي ضربة ضربة حنقدر نقتله، بس كذا مرة طويلة القتال يا أخي. شوفوا اتوقع دحين لو اسوي له كذا. ياب شفتوا؟ ما اعرف ايش الفكره بس انه بينضرب. وفر وفر حق سبايدر. للان وفر حق سبايدر. الموضوع فيه خنقه مره. انا فيري مخنوق. ودع الملاعب. اي والله قارني. بضربه من وجهه ايوه، ليش لا؟ اقل حقوق اني بضربه من وجهه. اساليب الشريفه يا اخي. مو معقول والله، مو معقول. كان مره شوكينج للابد لما اجي اقرب اقتله. باقي له ضربه. لو قتلني حزل. وين رايح يا قلبي؟ اغبى بس اللعبه. اخذنا سلاح مطرقه. لا تقول لي كان لازم اسحب الحاجات دي وتطيح. ايش هذا؟ ايش جالس يصير؟ مين انتو؟ هي بس تكون بالانس شوي، يعني لو هذا كان ميني بوس ما كان يحتاج يكون قتاله طويل كذا، فاهمني؟ انا عادي ما عندي مشكله. بس شوف صراحه يعني اللعبه جالسه تعطيني اللي توقعته منها انا بالنسبه لي. انا توقعتها كذا يعني، ما توقعت منها اكثر من كذا للان، ولسه بنشوف ايش حيصير. فحنشوف ايش حيصير. المفروض ما ازرع بونفاير ولا تصدقوا؟ والله هذه مشكله انه خلوك انت اللي تختار اماكن البونفاير. نكبه. ياد مره بوس ياد. طب اسمع دقيقه، اتوقع عندي هيل زياده وحركات كذا اقدر اروح اجيبه الحين. نجي اتوقع كم وصلت في اللعبه كذا؟ 20%. هذا لازم ندخل لعالم العالم الثاني عشان ممكن نطور البتاع. عندي شيء اعطيه هو. لا تقول لي اقدر اصنع اسلحه بوسات دحين. اوفر ريمبرانس. يب اجرب. اهو ايش هذا؟ هذا سلاح، سلاح راديانس بيور يا لو اقدر اجيب ملابسها. يلا نشوف. اول بوس، ثالث بوس، رابع بوس، ما اعرف رقم كم هذا. هذا اقتل واقفل الريكورد، اروح اجيب مويه، اغسل، اصلي، نروح نصلي ونرجع. جيرمان ولا ايش؟ لا تقول لي عملاق، الله يرضى عليك. شكله مره كبير. ايييييه اخطبوط كمان. الاربات. ستيوبيد بابا. يو ستيوبيد بابا. الشجره البص. منطقه كريهه كل الوحوش اشجار فيها. ياه. بوتشر. نحله، ايش هذا؟ اوهو. زي الجنرال حق سكرو. اوكي صد ما ينفع، لازم نراوغ. غطس
الصديق. ايه تعال وقفت. ها آه نزل، طلع رجال ينزل الضاربة. ابو الشيلد الغبي، انا اقولها هي، ايش رايكم؟ والله هي المره قوي صار سلاحي ثقيل. احنا نركب الحصان ثاني ولازم نراوغه صح؟ ايش السالفه؟ ليش انت عندك حصان وانا لا؟ افضل اني اصد والله. كيف نتعلم على الاستراتيجية وذا؟ ايش كان المفروض اسوي؟ اصد برضو صح؟ يطلع نظام الصد زي لايز اوف بي. لا ما نفع، متأكد اني صديتها دحين. ايش اجري يعني اراوغ؟ خلصت ليز بالمناسبة، بس برضو خلينا نتعلم على طول كده. ركب الحصان فيستو، الشجرة جيدة هذه. ايوه ايوه دجات الوضع. اي سي اي سي اي سي، لسه عندنا انه ندخل عالم الاموات وكذا. انا قلت انه ممكن لو صديته يطيح من الحصان بدري بدري ولا شيء، بس الظاهر الوضع مو كذا. نبعد انا صح؟ اوكي برضو دج. يا اخي مو حلو لو طولوا السالفة. انا ليه ما مداني اسوي زيه؟ ضربات الشيلد المفروض اراوغها تصدقوا؟ انا جالس اضربه في الشيلد. كويس انه يتستن. مت، حنصحى تاني دحين، بس برضه حاجات كثير ماني فاهمها. لا تقول لي مفروض، ايش هذا كله؟ بضربه بالارتو يا عيال. والله ضربناه ضرب مره طيب، بس للاسف ما حقدر اقتله الحين. ابغى يجي هنا. ذراعه عليه علامه كانها تنقطع. المفروض ستن هنا. ستن. اتوقع اقدر عليه. شفت لو حاط الهيل. اقدر 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 عليه يا عيال. فرست تراي معقول؟ موت! جي جي. انقلع كلب. والله ما اعرف شباب، ماني عارف اديكم تقييم كويس لسه، ما اعرف كيف اقنعكم يعني انه ما اخذت منها شيء اللي ابغاه لسه. وما وصلت للمرحلة اللي أقدر أقول لكم بكل ثقة كده اللعبة، فاهمين كيف؟ بس أنا لو هذا كنت حشتريها دحين، لين هنا كنت حشتريها. أقدر أعمل لها كلينس، أسوي كلينس يا عيال. أنا أقول نسوي كلينس، يلا تخيلوا ختمنا. هذا آخر بوس. أنا جايتني لايز أوف بي أفضل من هذه، يعني ممكن ألعب لايز أوف بي أكثر من هذه، ما أتوقع حعيدها كثير.
إلا لو شفنا حاجات قدام ثانية، كلام ثاني حيكون، أو بدعوا في نيو جيم بلس مثلا. بيو، خلاص قضينا على الظلام ونشرنا النور، ودحين النور هو الشرير.